لحدايد لشدايد، خبي ودير الزمان عقوبة، أمثال تختصر الثقافة الادخارية لدى المرأة الجزائرية التي توارثتها جيلا عن جيل، حيث يدخرن الأمهات القليل من مصروف المنزل لشراء الذهب لبناتهن أو ادخاره لأيام الحاجة. يعني المرأة الجزائرية بصفة عامة عندها ثقافة الادخار، لكن المشكل وين تواجهه؟ تواجهه أنها عندها مشكل في التنقل. إذا كانت امرأة ماكثة في البيت، على بالك مع الدار، ما عندهاش الوقت باش تنقل إلى البنك. هنا في بعض الأحيان النساء كتصيبي عندك دراهم تشري بهم حاجات يروحوا لك غير هكذا، بصح كي تكون عندك فرصة أنك تدخريهم وانت في بيتك بلا ما تتنقلي، انت ماذا بيك تحلي دفتر الادخار؟ عرفنا الجزائرية امرأة مدخرة، أنا الجزائرية امرأة مدخرة، شفنا جداتنا أمهاتنا كانت عندهم ثقافة الادخار وحتى في البيوت والحرص على عدم التبذير. وفي هذا الصدد مصرف السلام حب يشجع المرأة، لأنه احنا بعد الإحصائيات شفنا أن المرأة ما هيش تتدخر على مستوى المصرف بصفة عامة. اختلاف دور الأم الجزائرية في تعزيز ثقافة الادخار لدى الأبناء، وإن اختلفت حسب الفروق في العمر والمستوى الاجتماعي والدخل الشهري، اجتمعت على ترسخها في يوميات النسوة الجزائريات كعادة تميزهن عن غيرهن. المرأة الجزائرية تخاف المستقبل، تخاف تقول كان عندي دراري اوتوماتيك، يا لو كان تخبي لهم، يا لو كان مثال يا لو كان تخبي لهم قيس الخبز. سير فام الجيريان هذه يكذب عليك الكذب. لقينا مواتنا وبيا يسمى يدخلوا الوقت الضيق، واحنا يسمى انا واحد من الناس كوني دوكا عندي يسمى 5 سنين زواج، ومنا زوجه تاع الداخل ثاني باسكو صارت لي ديجا اكسيو من قبل، ولقينا يسمى الصياغه كيما راكي تساعدني انت والذهب كما كناش مخبيين ما نلقاهمش، يسمى الواحد يطيح في موقف حاجه. الثقافه الادخاريه لدى الجزائريات لا تقتصر على كونها صفه يتميزن بها، بل تشكل طريقه اقتصاديه تنمي الوعي الاستهلاكي غير الطرفي لدى الأبناء وتحميهم من الدعايات التسويقية والموروث الاجتماعي السلبي عند الإنفاق.